يعني انا بالنسبه لي هسه جيت ببغداد، لا يوجد بناء ولا يوجد اعمار، تضخيم عمل لا اكثر ولا اقل. هذه المفروض المشاريع اللي يتكلمون عنها المفروض موجوده قبل 10 و15 سنه. يعني عمليه تضخيم قبل ايام شفنا مجموعه من الاوراق طلعت على التويتر تتكلم عن دعم اعلامي بمبالغ ماليه. هذا يعني انه الحكومه الايطاليه هي حكومه تعتمد على تضخيم العمل او تضخيم التبليط. يعني لو تلاحظ مثلا عندنا 10 معامل اسفلت مثلا وقعت خلال هاي الفتره، هذا يعني انت امام ايام تبليطيه قادمه، لا يوجد غير هذا. احنا من نتكلم مثلا على عن مزاد العمله وعمليه تهريب العمله وعمليه ازدهار المصارف، محمد الشاح السوداني لم يصل الى نتيجه معهم لحد هذه اللحظه. واصل للناس هذه عليهم ان يفهمون انه هناك استاذ عصام، بس انطيني فكره، يعني فعلا انه الناس الان في حاله تدمر مثلا هاي السنه اللي مضت متدمرين وجاي يشعرون انه يا اخي امامك الانتخابات امامك الانتخابات اللي راحت 24 مليون اللي اشتركوا 6، يعني انه هناك فقدان ثقه في الانتخابات. الناس ترى يعني السياسيين البرلمان ذهبوا لمستوى كبير من الثراء. يعني هذا يعني بدا ينظر بمنظار الطبقيه، وعليه ان يفهموا على الاطار ان يفهم طيب. لماذا قاطع الشعب العراقي هذه الانتخابات طيب. ولماذا اصواتهم متدنيه في كل العراق طيب. لا يوجد لديهم منافس من الاساس، 5 مقاعد بكل العراق. وعليه انه هذه الطريقه او هاي النظره الاستعلائيه ستصل بالنهايه الى وحدهم سياسيا.